Beatles in the city. Be back immediately to confiscate the money. Race ground. Wow. My will. You sent flowers, but you said you didn't receive. Just like Will me. That girl is a real crowd, please. Small world, all the friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so cold, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. There is nothing to explain. I'm a fucking black beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a bitch to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it all. Then get some more. Get you somebody that can do both. Black Beatles got the babe's belly rolling. She thinks she love me, I think she trolling. That girl is a real crowd, please. Small world, all the friends know of me. Young bull. اكسب برافو عليك. دول
هتسقط في التشريح. Thank you.
شيلها خلي احلامك قصادك حاول وجرب ما تفكرش تسيبها لحظه او منها تهرب واللي بعيد عنك مصيره في يوم يقرب
الفطار بالنسبه لنا كان يوم مميز جدا، وكانت يعني كان اول مره الصراحه، حتى ما كنت في مصر ما جربتهاش، بس ما جربتها كاول سنه يعني كاول مره اعملها، كانت يوم مميز وان شاء الله يتكرر تاني. حفله كانت جميله والله، وان شاء الله تتكرر كل سنه، وكان الجو لذيذ و يعني كل الناس مبسوطه. يوم جميل، حفله جميله، ناس جميله جدا، يا رب تكررها تاني. واهم حاجه طبعا في اي حفله زي دي ان انت ما تحسش بالمميزه بتاعها، اللي هو انت وهشام واسيل، فبجد انتوا احسن تنظيم اتعمل في الكليه. يعني انا احب اقول ان الحفله كانت حلوه جدا، كويسه، كانت منظمه حلوه. احب اشكر اسيل، ابراهيم علي، هشام حبالة، طبعا انت ابراهيم ابو الواحد. كانت حفله كويسه، كانت مليانه حب فعلا، كنا كويسين وكنا حابين بعضينا، كنا مكتئبين طبعا من فتره الامتحانات، كانت حلوه حلوه قوي، طلعت فينا الكبت غير جدا. كانت روائع الصراحه، كانت حفله رائعه على اخر، يعني طلعنا الكابتن اللي كان موجود زي ما انت شفت، وكان يوم حلو الصراحه، من اول التنظيم، الفطار، اللمه والصحاب، كان الخروجه كلها على بعضها حلوه. يعني تسلم هيما وتسلم ويسلم كل المنظمين، ورب يا رب نتجمعنا. من الدفعه انا ما اعرفش الكل يعني موجودين، بس اعرف اغلبهم يا ناس محترمه ولاد ناس يعني، ان شاء الله يعني طالما من الناس اللي اعرفهم كده اكيد الدفعه كلها كده يعني ان شاء الله. والدفعة ابتدت يعني تاخد شكل ان هو ناس بتحب بعض وبتقرب من بعض اكتر، بقينا مش بس زمايل، بقينا يعني ان شاء الله اصحاب العمر، وان شاء الله يبقى يعني كل سنة نزيد اكتر قرب من بعض، وعقبال كل سنة عقبال ما نتخرج ان شاء الله. الدفعة جميلة جدا، بس بجد مش بتريق يعني، بس يا ريت نتعاون مع بعض شوية عن كده، ان شاء الله نطلع حاجات احلى من كده من اللي طلعناه يوم الفطار. المواهب اللي طلعت طبعا دفعه اصلا جميله، لا الدفعه كانت بتحب بعضيها فعلا. اتمنى ان احنا نكرر الحته دي تاني. سلام طيب. بتخلص حكايه بتبدا وراها حكايه، وفرحتنا باللي جاي اجمل كتير من اللي فات.